مساء الفل على كل، مساء الفل على كل الزملكاوية، وألف مبروك فوز الزمالك النهاردة على سموحة 2-0. والزمالك اليومين دول يا جماعة بيقدم عظمة، ونتيجة ماتش الأهلي ونتيجة ماتش سموحة بتأكد إن الزمالك بيلعب بطريقة وبشكل مختلف مع جوزوالدو فوريرا. المدرب ده يا جماعة طور أداء اللعيبة، حفظهم مراكزهم. النهارده كان في كذا لاعب ممتاز كويس جدا، اولهم انا انتقدتهم في الماتش اللي فات، المسلوسي حسام عبد المجيد. زيزو النهارده في حتة تانية خالص، مع ان انا مش مع كلمة حتة تانية. زيزو قدم اداء ولا اروع، زيزو دينامو الكرة المصرية، زيزو لاعب مختلف، سرعة، قوة بدنية، بيصوب كويس، بس في حاجة واحدة، إن كل كوره الجميلة بتخبط في العارضة أو القائم. للأسف القائم والعارضة بيحرمونا كل مرة من أهداف ولا أروع لزيزو. شيكابالا فوق الوصف، بيقدم نفسه بشكل مختلف لجماهير الزمالك. جماهير الزمالك بتعشق شيكابالا. شيكابالا فاكهة الكرة المصرية، فاكهة نادي الزمالك، هو اللي بيحلي الكرة، لمساته، طريقة لعبه. هو شيكابالا نفسه طور نفسه جوه الملعب وبره الملعب، بيقدم أداء ممتاز وبيرجح كفة الزمالك. مش معقولة كده يا جزيري، ايه اللي انت بتعمله ده؟ هجمة ولا أروع، هجمة مرتدة وسرعة وقوة وكمان تسديدة جامدة. الجزيري ده يا جماعة لاعب ممتاز، في فترة معينة وقت من الأوقات كان وحش، بس الجزيري بيطور من نفسه وبدأ يستعيد مستواه. شابوه الجزيري. النهاردة في ظل غياب ورحيل أشرف بن شرقي، الزمالك ما تأثرش. في غياب إمام عاشور بسبب الإيقاف، الزمالك ما تأثرش. وفي غياب طارق حامد ورحيله إلى اتحاد جدة، الزمالك ما تأثرش. الزمالك بل بيطور من نفسه، وده فكر المدرب. المدرب ده يا جماعة هو مش معلم بس، ده بروفيسور، أستاذ، ده بيعلم المدربين المصريين إزاي يتعاملوا مع اللعيبة، إزاي يوظفوا اللعيبة. مش عيب، اتعلموا، اتفرجوا. أهو راجل كبير في السن، بطل كورة من زمان، بيدرب، وشوف الأداء اللي بيقدمه اللعيبة، شوف التكتيك. زمالك ان شاء الله نتمنى ان هو يكمل بقية المباريات الجاية على نفس الوتيرة عشان يكسب الدوري. الايام الجاية كل مباريات الزمالك مباريات كؤوس، لازم تلعب بنفس الاداء، بنفس الحماسة، بنفس القوة، بنفس الفكر، وان شاء الله الدوري للزمالك.